بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الأكل أو الإمساك، كله على اسم صيام، ولكن المراد هنا إمساك مخصوص بزمن مخصوص عن أشياء مخصوصة من الأكل والشرب والنكاح، الأشياء التي المفطرات التي وردت. فصيام شهر رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين وقت الصيام ما هو المفروض: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الذي كتب علينا صيامه هو هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. هذا الشهر المبارك، الشهر الشريف الذي له ميزة عن سائر الشهور، فإن الله سبحانه وتعالى جعله وقت موسم للعبادة، وأكثر ما يعتق في هذا الشهر الكريم، ويرحم عباده سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم العظيم الذي فرض صيامه وأنزل فيه القرآن الكريم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا هدى للناس يعني من أسباب الهداية، ولأن الصيام فيه أمور قد لا تجتمع في غيره، أمور يتصف بها الصائم وهو كثرة الذكر والاستغفار وقلة الكلام فيما لا يعني والبعد عن الغيبة والنميمة، لأن هذه كلها تؤثر في الصيام. فهذا من الهدى أن الصائم يبتعد عن هذه الأمور. ثم أيضا كثرة الأكل والشرب والجماع التي تعرقل سير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجور فيه ما لا يضاعف في غيره، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعين ضعف، إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فإنه يضاعف بلا حد وبلا قدر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. فهذا جزاؤه عند الله غير محصور وغير مقيد، لأن النبي سمى شهر رمضان شهر الصبر، والأعمال الصابرين ما لها حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو من هذا الشهر من الصبر، وهو شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر، يحبس نفسه عن المفطرات، عن الأكل، عن الشرب، عن النساء، عن ما حرم الله، فهو يحبس نفسه، وهذا نوع من الصبر. والله أخبر أن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكل هذا من فضائل هذا الشهر الكريم. ثم أيضا أنه إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، وقيل: يا باغي الخير أقبل، هذا وقت الخير، هذا وقت العمل، هذا وقت الرحمة، هذا وقت المغفرة، أقبل على الله سبحانه وتعالى بأعمالك. ويا باغي الشر أقصر، أقصر من الشر، لأنه في هذا العمل الخير والناس يتقربون إلى الله، فإذا عمل شرا تكون عقوبته أكثر، لأن حرمة الزمان وحرمة المكان لها مكانة عند الله. فكما أن الذنب في مكة المكرمة أعظم منه في غيرها، كذلك أيضا في شهر رمضان يكون أعظم منه في غيره، لأنه زمان فاضل وزمان شريف، وكذلك المكان. فهذا كله يدل على فضل هذا الشهر الكريم،
ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه من النار ما لا يحصى، فيتعرض العبد ويحمد الله. من أدرك هذا الشهر الكريم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على هذه النعمة ويقدرها حق قدرها، يقدر هذه النعمة بامتثال أمر الله وبالتزام الصيام بأوامر الصيام وما يلتزمه الصائم من قلة الكلام ومن الغيبة والنميمة والسب والشتم من أجل يكمل صيامه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الصائم يترك الشراب ولكنه يطلق لسانه في القذف وفي السب وفي الشتم وقول الزور، أي فائدة في هذا؟ فاته الأجر، فاته أجر الصيام الذي هو مصمم لطلب الأجر، لكن يفوت بهذه الأمور والعياذ بالله. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الشطر. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا دخل رمضان قاموا به على وجهه وسألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يسأل الله أن يبلغه رمضان. فهذه نعمة من النعم التي امتن الله بها على عباده هذا الشهر الكريم، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف قدر هذا الشهر الكريم ونجد ونجتهد في الطاعات ونبتعد عن أسباب الفسوق والمعاصي وقول الزور وشهادة الزور والأعمال التي تناقض الصيام أو تبطل ثوابه. فهكذا ينبغي. أما هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إن رجل كان يصوم صوما فليصوم، النبي نهى أن يتقدم. في بعض الناس من باب الاحتياط أو من باب محبة الخير إذا كان يوم 30 من شعبان يصوم، يقول بيصوم احتياط أخشى أن يكون من رمضان، لا، هذا خلاف السنة، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا عصيانا للنبي ماذا تبحث عنه؟ لا تتنطع في الدين ولا تغلو في دينك، والله يقول يا أهل لا تغلو في دينكم، هذا من الغلو. إن الإنسان يصوم، لا أنا بصوم هذا اليوم احتياط، وإن كان وإن أصبح من رمضان وإن صام رمضان هذا احتياط في غير محله. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، خوفا من هذا. ثم بين: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إلا أنه في هذا الحديث النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإذا مثلا صادف يوم 30 يوم الخميس أو يوم الاثنين وأنت معتاد أنك تصومه ملازم صيامه في السنة كلها، فلا بأس أنك تصومه، لكن صيامك إياه أيضا بشرط، صيامك إياه بنية التطوع، فإن صمت بالنسبة بالنية الاحتياط لرمضان فلا يجوز، فقد خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أو مثلا إنسان عليه من رمضان شيء يجب عليه يصوم اليوم الشك بنية رمضان السابق لا بنمية رمضان المستقبل، فإذا كان بهذه المثابة فإنه يجوز، أما غيره فلا. وقد جاء الحديث الآخر أيضا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كل هذا احتياط عن صيام يوم الشك، ولكن الصحيح أنه هو المقدر، هو كل هذا احتياطا لصيام الشك لئلا يعمل الإنسان شيء ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الشك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا مثل الحديث السابق: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين.
واستثنى من كان له صوم معتاد فإنه يصوم لكن بنيته نية العادة التي كان اعتاد أنه يصوم الاثنين على اثنين والخميس صادف فلا بأس أن يصوم بنية النفل، فإن صامه أيضا بنية الاحتياط رمضان فهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، هذا الحديث يبين متى يجب صيام رمضان، فصيام رمضان يجب بثبوت الهلال برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 كما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا 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 وضم أحد أصابع صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الشهر 30 يوما ويكون 29 يوما. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان كما في الحديث السابق، وهنا قال صوموا لرؤيته، فجعل الوقت للصيام، فاللام سماها بعض علماء النحو اللام لام التوقيت، صوموا لرؤيته، الوقت الذي ترونه دخل عليكم وقت الصيام وهو وقت النهار، لكن إذا مثلا رؤي في الليل وجب صيام النهار المقبل لرمضان. صوموا لرؤيته أي لا تتخبطوا وتقولوا والله نبي نحتاط نصوم، لا، فهذا يوافق من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بصره، لا تصومون حتى تروح تتأكدوا إن رمضان دخل، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا القدر يعني ضيقوا عليه واجعلوا شعبان مثلا 30، فسره في كلمة اقدروا له اختلف العلماء في معناها، منهم من قال ضيقوا عليه اجعلوه 29، منهم من قال لا اجعلوه 30، والصحيح أنه يجعل 30 لأن 30 هي الأصل في الغالب في الشهور. والأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام وضحه في الروايات الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فهذه موضحة لكلمة اقدروا له مبينة لها، وهو أن المراد أن شعبان يجعل 30 ثم يصام، ربما يكون غيم ربما يكون قتر يكمل عدة شعبان 30 ثم ما شهر يزيد عن 30 ثم 31 هو أول يوم من رمضان بالنسبة لشعبان، أو لرؤيته، فإذا روي وجب الصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم يعني إن كان مثلا ليلة الثلاثين عليها قتر أو غيم فاجعلوها من شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 ثم اليوم الذي بعده يلزم صيامه لأن الشهر لا يزيد عن 30، فإذا زاد كمل 30 وجانا يوم نعتبره أول رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأفطروا له فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. نعم، هذا الحديث يدل على أن رمضان يخالف سائر الشهور في ثبوت دخوله، وهو أن شهر رمضان يقبل فيه شهادة عدل واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتراءوا الهلال فتراءوه ليلة 30 ولم يروا، لكن ابن عمر رضي الله عنه رآه فأتى إلى النبي وقال إن رأيت الهلال يا رسول الله، ولم يقل النبي ما كمل النصاب ولم يبحث عن غيره، فأمر بلال أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا لشهادة ابن عمر رضي الله عنه وحده، فهو يثبت الصيام بشهادة واحد، لكن إذا ثبت بالصيام بشهادة واحد بل قال العلماء رحمهم الله حتى ولو كانت امرأة تقبل في مثل هذا، لأن هذا عبارة عن خبر فهو يقبل أيضا حتى المرأة تقبل فيه، لكن إن كان الشاهد واحد فقط فهو لا يقبل في الخروج، بمعنى أنهم لو صاموا لرؤية رجل واحد
ثم أكملوا 30 يوم ولم يروه يلزمهم صيام يوم آخر، لأن شوال ما يثبت دخوله إلا بشهادة 2، والفطر ثبت دخول شوال، فلذلك يصومون وسموه العلماء رحمهم الله بشهادة 1 من باب الاحتياط، لكنه لو كملوا 30 ولا رأوا هلال شوال يلزمهم أن يصوموا غدا، فإذا صاموا يوما وإن رؤي هلال شوال أو 2 فهم يفطرون، فشوال ما يقبل فيه إلا 2 وسائر الشهور، وشعبان ما لابد من 2 وشهر الحج لابد من 2، جميع الشهور ما يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين بشهادة. أما شهر رمضان فهو يصوم الناس بشهادة رجل واحد لكن لا يفطرون بموجبها، لو أكملوا 30 ما يفطرون حتى إلا إن رأوا الهلال، وإلا يصوموا من الغد زيادة حتى يتحققوا ويتثبتوا، لأنه شهادة واحد فقط مبنية على الظن. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد عنه واحد أمر الناس أن يصوموا فصاموا بأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو أن ابن عمر رأى الهلال وأمر النبي الناس بالصيام برؤيته وحده، وهذا كذلك أيضا شاهد له وهذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رأى الهلال والنبي لا يعرفه، ولذلك قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس يصوم غدا، فقبل شهادة واحد في دخول رمضان، يقبل شهادة واحد، فقبله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال أن ينادي بالناس أن يصوموا غدا. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الدليل على أنه لا تشترط العدالة، بل مجرد كونه مسلم يكفي، إذا كان مسلما ما تشترط فيها العدالة الباطنة، ظاهره الإسلام يكفي يقبل قوله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تشهد لا إله إلا الله وأن محمد، كل مسلم يشهد بهذا، فإذا كان ما عرف عنه للخير فيتقبل شهادته ولو لم يزكى ولا تربح تزكيته، لكن هذا تزكية من باب الاحتياط وإلا فليست بلازمة، لأن النبي قابل ابنه أنه شاهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال قم يا بلال أخبر الناس أن يصوموا غدا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يقبل فيه العدل ولو ظاهرا، لأن العدل يكون على قسمين، ظاهره العدالة، إنسان تشوفه يصلي مع المسلمين يشهد أن محمد رسول الله ظاهر العدالة، لكن لو تقول تشهد بعدالته ستتوقف، تقول والله ما أعرفه ولا أعرف معاملته ولا أدري، فلما العدالة الباطنة فهو معرفتك إياه وتشهد بعدالته ومعرفته وأنه لا يخون ولا يكذب وأن هذا، فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يكفي فيها العدالة الظاهرة أيضا ولو برؤية واحد. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه 5 ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة بن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم، هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث العظيم المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رحمه الله عنه وأرضاه، وهو قوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا لما كان رمضان مفروض وواجب ومن أركان الإسلام لا بد أن ينوي الصيام من الليل، يعني قبل الفجر، يعني ولو لحظة من الليل يكفي ينوي الصيام. أما إذا ما نوى مثل
لو كان مثل هذا اليوم، اليوم هذا في بعض ناس ربما ما سمعوا الخبر البارح أنه أذيع وأنه ثبت شهر رمضان، ناس نيمين ما دريوا، استيقظوا قبل صلاة الفجر وراحوا صلوا الفجر ولما اجتمعوا بالناس علموا أنه من رمضان، ما بيتوا من الليل، هذا يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم، يلزمه أن يمسك، لا يجوز أن يفطر ولكنه يقضي هذا اليوم لأنه لم يبيت الصيام من الليل فمن شرطه. لكن لو أنك مثلا أنت بت بالليل وعارف أنه بكرة من رمضان ولو أن تصومه إن شاء الله، لكن ما انتبهت إلا بعد طلوع الفجر، تمسك ويكفيك، يكفيك نيك لو أنك قبل عند النوم، تكفيك نيك هذه، فأنت ما تطعم شيء وتمسك تستمر بالصيام ويكفيك هذا عن الصيام لأنك نويت جزء من الليل سواء من أوله ومن آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صيام إلا لمن لم يبيت ليس له صيام، لابد من النية، والنية هذه شرط في الأعمال كلها، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي كل الأعمال. النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا طلع الفجر وأنت ما نويت الصيام، نعم النفل يصح أنك تصوم نفل لكن الفرض ما ينسي، لكن إن كان من رمضان وجب عليك الإمساك ويجب عليك القضاء يوما آخر. نعم.